ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى نيويورك، حيث كلمت المندوبة الأوكرانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد 9 أيام، يدعى بنجامين فيرنز. بنجامين فيرنز كان محققا في جرائم الحرب، وكان رئيس النيابة العامة في إحدى المحاكمات 12 في إطار نورنبرغ، وبعد ذلك تحول إلى مناصر لسيادة القانون ولإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ومن بعد إذنكم سوف أريكم شريطا عن كلامه، وأطلب منكم أن تستمعوا إليه بانتباه. إن أمكن أن تفعلوا ذلك فسوف توفرون الكثير من الجهد لمعالجة القضايا، ويمكن للطلاب أن يسددوا رسومهم، وهذا هو النظام الراهن. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ المبادئ التي التزمت بها 3: لا ينبغي أن نيأس، لا ينبغي أن نيأس على الإطلاق، وثالثا لا ينبغي أن نيأس. وأتمنى لكم حظا سعيدا والتوفيق.